السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف أداة اسمها باتش رينيم فيوز. لو أنت عندك فيوهات كتيرة وعايز تعدل الأسامي بدل ما تاخد منك وقت في التعديل، هتستخدم الأداة ديت. الأداة دي بسيطة، تقول له باتش رينيم فيو من بيم سوفت، وتبدأ تختار مثلا بعض الملفات اللي أنت عايز تعدل فيها، وليكن مثلا الملفات ديت. هتزود مثلا كلمة في الأول، تمام، أو كلمة في الآخر زي ما أنت عايز. هتلاقي ان الكلمة اتضافت بالشكل دوت، او ممكن تعمل ريبليس، يعني تقول له مثلا دور لي على كلمة معينة وبدلها. يعني انا عندي كلمة AR، اقول له بدلها لي بST، واختار الملفات اللي انا عايز ابدل فيها، تمام. ممكن تختار في كل الفيوهات او في الحاجات اللي معمولها سيليكشن بس، تمام. اوكي، فبدل لي الAR بالST. ممكن يكون عنده برج 1000 دور، فلما يكون التعديل سريع بالشكل دوت أسهل بكتير من إن أنا أقعد أعدل لوحة لوحة.